ما هي مخرجاتها ولماذا يعني الآن تحدد هذه الجلسة؟ أولا حدد الجلسة، الله يسعد أحمد الصديقي طلعت بأخوة المشاهدين، حدد الجلسة فقط لرد المباشر على خطوة فنلندا، ويمكن يوم الأحد أو الاثنين خطوة السويد لرغبتهم في الدخول إلى حلف الناتو، وهم يخالفون كل المعاهدات، الثلاث معاهدات، يعني معاهدات هلسنكي عام 1975، ومعاهدة 1999 في إسطنبول، و2010 في أستنا، يعني كلهم تعهدوا أن لا يدخل حلف الناتو ولا يعني ويكون حزب الجوار بين الطرف ضمن منظمة السلام والتعاون في أوروبا. هذا أدى نوعا ما إلى مباشرة إلى رد مباشر روسي لبحث ماذا سيحصل إن دخلت أو إن رغبت هذه الدولتين بدخول حلف الناتو. ماذا يعني ذلك؟ الرد الروسي يجب أن يكون سريع وبارق ومثل البرق مثل ما قال الرئيس بوتين. يعني هناك خيارين للروسي، إما أن تعطي الناتو فعليا ماذا تريد من فنلندا والسويد، ما هي أنواع الأسلحة وأنواع الأسلحة تشرها في فنلندا والسويد، وبنفس الوقت ماذا سترد روسيا على هذا القرار؟ يمكن هناك خيارين، يمكن هناك خيار عسكري رقم واحد في تدخل عسكري مباشر كما حصل في أوكرانيا، ويمكن خيار آخر هو نشر أسلحة استراتيجية نووية وتكتيكية على محيط على ما يسمى حدود فنلندا، لأن روسيا تعلم أن هذه ليست رغبة فعليا، هذه ليست رغبة فنلندا والسويد، هذه رغبة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أول امبارح التصريح على وزارة الدفاع الأمريكي أن نريد أن نعيد روسيا إلى التسعينات، هذا يعني أنه هذا التدخل، هذا يعني أن يريد عودة روسيا إلى التسعينات وتقف روسيا، فيفتح له جبهة الآن، جبهة أخرى يفتحها على شمال روسيا. هذا كله بيؤدي أنه فعليا أن روسيا سترد بسرعة البرق على هذه القرارات. لذلك كان جلسة مجلس الأمن اليوم، لأن الآن أصبحت الحرب مفتوحة بكل الخيارات بين الناتو عن طريق تصريح، يعني إن كان وزير الدفاع البريطاني أو وزير الدفاع الأمريكي، بالعداوة لروسيا وبين روسيا الاتحادية. فيجب روسيا أن ترد بكافة الخيارات الموجودة عندها وحسب ما يسمى الأمور كيف ستجري. يعني هناك وقت الآن من بين فترة قبول طلب الناتو من هذه الدولتين وأمر آخر هو متى سيدخلنا، ماذا سيحصل، هذا كله ضمن الخيارات العسكرية أو الخيارات الأمنية، لأنه فعليا تهدد أمر روسيا، وهذا تصعيد خطير من الناتو فوق خرب كل المعاهدات من عام 97 بين الناتو وروسيا، يعني غير معاهدات بين الناتو وروسيا من 97 حتى الآن كلها. نعم وصلت فكرتك. أنت تقول أن يعني هذا ليس خيار فنلندا، ولكن يعني نرى أن دخول روسيا إلى أوكرانيا كان يهدف إلى منعها من الانضمام إلى الناتو، ربما نجحت في ذلك، ولكن من جهة أخرى هذا زاد من رغبة الأوكرانيين والفنلنديين والسويديين وكل دول المنطقة بأن ينضموا، حتى إيرلندا بأن ينضموا إلى الناتو الآن، ونرى هذا من استطلاعات الرأي طبعا في هذه الدول. يعني ألا ترى أن يعني بوتين أنجز ما، أو يعني عفوا لم ينجز، أو عفوا أنجز ما لا يريد في نهاية الأمر؟ خلينا نكون واقعي، هي استطلاعات رأي وليست استفتاء. هو المفروض في دولة ديمقراطية مثل دولتين ديمقراطيات مثل السويد وفنلندا أن هو استفتاء شعبي، هل يريدون دخول حلف الناتو أم لا؟ فهو الحكومة السويدية والحكومة الفنلندية التفت حول قرار الاستفتاء وأعطت قرار عن طريق البرلمان، هذا أمر مخالف لقوانين السويد وفنلندا. هذا يعني لروسيا أن هناك ضغوطات وإغراءات من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نعلم جيدا حتى في إغراءات اقتصادية اعترفت فيها فنلندا والسويد أن هناك حصل تحسن اقتصادي في هذه البلاد، يعني هناك متاجرة بالأمن بروسيا. لذلك روسيا تعلم جيدا، حتى قالت الزفار عدة مرات، هذا ليس رغبة الشعب السويدي والفنلندي في دخول ناتو، هي فعليا هي حرب بالوكالة. يعني الآن أوجدوا عدو جيوسياسي آخر، كان أوكرانيا، الآن هناك فنلندا والسويد. نعم وصلت فكرتك. يعني فقط اريد يعني لضيق الوقت، يعني حول قرار روسيا بوقف تزويد فنلندا بالكهرباء، يعني اليس هذا ايضا سيف ذو حدين؟ انا في نهايه الامر يعني روسيا تخسر الموارد الاساسيه او بيع الموارد الاساسيه لديها، قبل ذلك كان النفط وهذا يتزايد مع الوقت، والان الكهرباء لفنلندا. صديقي بالنسبة لاقتصاد روسيا هو متنوع نوعا ما، يعني روسيا يعني تبيع النفط والغاز والكهرباء لعدة دول في العالم، وخصوصا الصين والهند ودول أخرى. فروسيا الآن تستعمل الطاقة كسلاح استراتيجي بالنسبة لها، يعني هي تزود. يعني أول شيء لو تسأل نفسك
كيف تزود السويد وعفوا تزود فنلندا بالكهرباء وأوروبا بأسعار رخيصة جدا. يعني روسيا تعطي هذه الدول طاقة رخيصة لتقويتها الصناعية وتقوية أوروبا مع الأقطاب الثانية إن كانت الصين دولة أخرى على أساس الأمن والاستقرار، ولكن اللي يحصل إنه رفضوا. يعني هي طاقة رخيصة، يعني بس على سبيل المثال حط مثال صغير إنه تقريبا ألمانيا كانت تأخذ الغاز مجانا تقريبا يعني بسعر رخيص جدا، وكذلك فنلندا. فلذلك روسيا تستخدم هذا السلاح، هذا من حقها الشرعي، ويمكن الاقتصاد لن يتأثر أن هناك يعني سوق آخر لروسيا، ويمكن أن يؤثر نوعا ما ولكن بشكل يعني ليس بشكل طفيف. وصلت فكرتك وليس بالنسبة كارثة. دكتور محمود الأفندي الأستاذ بأكاديمية العلوم في موسكو، شكرا لك على تواجدك معنا.